تمام كده يا شباب، سامعيني؟ تمام يا دكتور، تمام سامعيني تمام. يا مساء الحال يا رب. آمين إن شاء الله. تمام كده يا دكتور. تمام، بنتكلم بقى يعني ايه كلمة نتورك. بقت الدنيا كلها دلوقتي متوصلة على الانترنت. يعني الراجل دوت بيستخدم الانتليجنت نتورك بتاعته، وبيستخدم التاب اللي معاه علشان يقرا بعض الميلز ويبعت ميلز. الناس دول قاعدين بيعملوا فيديو كونفرنس زي اللي احنا عاملينه كده، بيعملوا ميتنج للشركة عندهم مثلا. الست دي بتستخدم النتورك بتاعتها علشان تتكلم وتعمل مكالمات فويس وتعمل شيرنج للايمج. الناس دول بيلعبوا جيمز. فاحنا بنستخدم الانترنت بقت في كل حاجة في حياتنا. فمحدش يقدر ينكر دور الناس بتوع النتورك، سواء كان بتوع الانفراستراكشر الأجهزة، او سواء كانوا الناس اللي شغالين على السيستم. طيب، هي الانترنت ديت مملوكة لحد؟ صراحة لا، هو مش مملوكة لحد. الانترنت ديت شبكة دولية، شبكة بابليك، المفروض ان هي مش مملوكة لحد. وكانت بدايتها شبكة اسمها اربانت، والشبكة ديت كانت عبارة عن شبكة رابطة مجموعة جامعات في امريكا مع وزارة الدفاع هناك، وبدأت تكبر لحد ما بقت شبكة الإنترنت اللي قدامنا دي. فشبكة الإنترنت المفروض إن هي مش مملوكة لحد بعينه. تمام؟ فهي عبارة عن مجموعة من النتورك من الشبكات موجودة في مصر وفي أمريكا وفي إيطاليا وفي فرنسا. مجموعة من النتورك، مجموعة من الشبكات مستخدمة ستاندرز كومن، مستخدمه البروتوكولز اللي احنا خدناها الكومن زي الاي بي والماك والحاجات دي. تمام، ومستخدمه التليفون واير، خطوط التليفون وخطوط الفايبر وخطوط الضوئيه والوايرلس ترانسميشن والساتلايت علشان تكونكت مع بعضيها. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، اتفضل. حضرتك بتقول المفروض انها مش مملوكه لحد، فهل ده الواقع؟ الواقع مختلف عن كده؟ طبعا هو الواقع مختلف عن كده طبعا. يعني الواقع ان الحاجات الجوهرية اللي موجودة جوه شبكة الإنترنت موجودة تحت إدارة بعض المؤسسات الدولية. تمام؟ يعني يقدروا يتحكموا فينا في أي وقت، زي الحتة بتاعت الروت هنت اللي خدناها في الدي إن إس لو أنتوا فاكرين. فمن بكرة يقدر يوقع الروت هنت، ما تقدرش تكونكت على الدي إن إس ولا تقدر تقول أي سايتس. بس هل ده ينفع؟ هو ينفع في اوقات معينه، اوقات اللي هي خلاص الكريتيكال تنفع. بعض الدول مثلا امريكا بتبقى عامله عليها حظر ان هي تخش على مجموعه من السايتس. يعني سيسكو اللي انتوا بتاخدوا عليها الكورس ده ممنوع في السودان، ممنوع في سوريا. تمام، لان دي دول عليها حظر. فعشان طالب سوداني ياخد الكورس دوت لازم يجي هنا مصر، لا يروح الهند. ممنوع عليه حتى الامتحانات الدوليه. طب ما انت حذرت اهو، ما
ما هو الانترنت ما عادش مفتوح في كل مكان اهو. فالمفروض ان الانترنت دي شبكة عامة، شبكة دولية، ما تبقاش مملوكة لحد. بس في بعض المؤسسات لها سيطرة عليها. ليه؟ لان الخدمات بتاعتنا عندهم، سيرفرات اليوتيوب عندهم، سيرفرات الفيس عندهم، سيرفرات الدي ان اس عندهم. فمن بكرة نقفل المحبس. والانترنت دي مبنية على مجموعة منين؟ من الخدمات. انت بتخش على النت ليه؟ عشان تخش على جوجل، تخش على الفيس، تخش على اليوتيوب. لو انا هقطع عنك الخدمات دي يبقى الانترنت له لازمة؟ ملوش لازمة. انت اساسا ما عندكش سيرفر بتخدمك وبتقدم لك فوائد لا لازمة. ممكن دولة زي الصين مثلا تقول لا انا مش عايز الفيس، هم عندهم الفيس بتاعتهم، عندهم الريسورسز، عندهم السيرفرات بتاعتهم. فلو اتعمل عليهم حظر، لا انا عندي اللي يكفيني، عندي كورسات زي سيسكو كده الهواوي. تمام. فاحنا بنقول المفروض ان شبكه الانترنت دي شبكه عامه مش مملوكه لحد. ده الكلام اللي بنقوله. بس طبعا شبكه الانترنت هي واقعه في سيطره مجموعه من الناس، مجموعه من المؤسسات كبيره طبعا. طيب اللوكال نتورك، اللوكال نتورك انا بتكلم عن شبكه جوه بيتك. عارف انت الراوتر بتاع الانترنت اللي موجود جوه البيت ده؟ انت داخل باللاب بتاعك، وباباك داخل بالموبايل، واخوك الصغير داخل بالموبايل بتاعه. فانتوا كده عاملين شبكه صغيره. بنسميها ايه الشبكه الصغيره دي؟ بنسميها سمول اوفيس هوم اوفيس، اس او اتش او، سمول اوفيس هوم اوفيس. شبكه كده فيها اربع خمس اجهزه، بيسموها شبكه بير تو بير. يعني ايه بير تو بير؟ يعني شبكه شغاله من غير سيرفر. ولما يجي لك في الامتحان السؤال على البير تو بير، على طول تختار نو ديديكيتد سيرفر. يبقى على طول تختار في الامتحان ايه؟ مفيش فيها سيرفر. هل الشبكه اللي عندك في البيت فيها سيرفر بيتحكم فيكم ان هو يدخلكم نت ولا لا؟ لا، الكلام ده ما بيحصلش. تمام؟ مفيش عندنا سيرفر، بنسميها شبكه بير تو بير. فاحنا عندنا النتورك بتاعتنا نوعين اثنين. النتورك بتاعتنا بير تو بير وكلاينت سيرفر. بير تو بير وكلاينت سيرفر. ايه بير تو بير؟ شبكه ما فيهاش سيرفر، نو ديديكيتد سيرفر. انما كلاينت سيرفر شبكه فيها سيرفر بيقدم خدمات للشبكه. شبكه فيها سيرفر بيقدم خدمات للشبكه. زي مثلا الميل سيرفر اللي عندنا جوه الجامعه. زي ال ام اس سيرفر اللي هو بتاع موديل. ده شبكه فيها سيرفر بيقدم خدمه للشبكه، شكل الدي اتش بي سيرفر. فبيقول لك اللوكال نتورك دي شبكه بير تو بير، ممكن تكون موجوده في البيت، ممكن تكون حتى موجوده في المؤسسات الكبيره، ان احنا مقسمين كل ديبارتمنت شبكه صغيره. تمام؟ ميك كونكشن. كل الديفايس دلوقتي احنا بنتكلم على عصر الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز. فما فيش حاجه في الدنيا كمان اربع خمس سنين وهتلاقيها لسه مفيش فيها امكانيه تكونكت على النت. كل حاجه بدون استثناء هتبقى تكونكت على الانترنت. القلم اللي حضرتك بتكتب بيه، التاب، الساعه، النضاره، الموبايلات، كل حاجه هتكونكت على الانترنت. فبيقول دلوقتي احنا كل الديفايس بنحاول نخليها تكونكت على النت، ونحاول نخلي الديفايس تكومينيكيت وذ ايتش اذر، مش تكومينيكيت وذ هيومن بقى، لا. احنا كنا زمان بنتكلم ان الانسان عايزين يتفاعل مع الاله، لا، دلوقتي في الماشين ليرنينج احنا عايزين ماشين تو ماشين، مش هيومن تو ماشين. تمام. طيب هي ايه الداتا؟ يعني احنا عاملين الشبكه دي اساسا علشان نشير الداتا. والناس بتوع الداتا ما اكدبش عليكم، هم دول مهندسين البترول اللي جايين. ان انت تاخد الداتا وتطلع
منها نوليدج بقى هو ده الـ بقى هو ده التريند. الداتا يا جماعه انا بقصد بيها الرو انفورميشن، زي محمد تاني هل انا استفدت منه حاجه؟ لا. الايدج 23 سنه، الجوب ستودنت، تمام، دي بسميها داتا. تحط الريكورد ده جنب بعضه، النيم مع الايدج مع الهاير ديت مع الوظيفه مع ما اعرفش ايه كده، انت كونت حاجه اسمها انفورميشن. بقى في داتا وحطيتها في صوره مفهومه. يبقى الداتا لوحدها لما نيجي نقسمها زي عندك عمود للفيرست نيم، عمود بتجمع فيه اللاست نيم، عمود بتجمع فيه التخصص، عمود بتجمع فيه الجريدز. كل عمود من دول لوحده كده بالنسبه لي انا مش مفهوم. انما لما احطه في شكل ريكورد كامل بقى انفورميشن. يبقى الداتا عندنا بقدر اعمل عليها بروسيسنج، اقدر اعمل عليها ريبورت واحولها للانفورميشن. لا، ده دلوقتي بقوا بيستخدموا الداتا علشان يطلعوا منها حاجه اسمها نوليدج. يعني ايه نوليدج؟ ان انا كمان ابريدكت، اتنبا ايه اللي جاي بعد كده من الداتا اللي موجوده عندي ومتخزنه. اعمل عليها شويه الجوريزم واعمل عليها شويه كلاسيفيكيشن باستخدام الالجوريزم بتاع الارتفيشال انتليجنس، بحيث ان هي تطلع لي نتائج تقول لي اعمل ايه، تقول لي اخد قرار ازاي، تمام، تتنبا باللي هيحصل بعد كده بناء على الداتا اللي موجوده عندي. وكل ما الداتا اللي كانت موجوده عندي كانت كتير، كل ما البريدكشن ده الاكيورسي بتاعته كان عالي. وده عندنا حاجه بقى اسمها ايه؟ داتا اناليسيس والداتا اناليتيك، تمام. الناس بقى اللي بيشتغلوا على تحليل البيانات اللي هم اللي هيشتغلوا اي اي وهيعملوا المشاريع بتاعتهم بالاي اي، هيشتغلوا في الجزئيه دي. طيب نرجع لموضوعنا. يبقى الداتا هي قيم اللي بعد كده المفروض انها تبريزنت سمثينج. النتورك بنستخدمها علشان تترانزميت زير داتا ان اوردر تو شير ويز اذر، طبعا فور لونج تيرم ستورج. طيب وحده نقل الداتا، خد بالك انا عايزك هنا تفرق ما بين وحده التخزين ووحده النقل. يجب ان انا افرق ما بين التخزين على الاستورج بتاع الهارد وما بين النقل الداتا. اللي يجب ان انا افرق، في ناس كتير جدا ما بتعرفش تفرق ما بينهم الاثنين، ان انا بتكلم على معدل الترانسفير، ترانسفير ريت اند الاستورج ايه كاباسيتي، معدل التخزين او كثافه التخزين مثلا زي ما بيقولوا. لحد الان بس هنا كده في حد عنده اي اسئله؟ في حد عنده استفسار من حاجه؟ ما بندردش مع بعض، المواضيع سهله، شابتر 1 اهو حاجه لذيذه يعني. حد عنده اي استفسار؟ طيب تمام، تعالوا كده نتكلم بقى دلوقتي على الفرق ما بين الاستورج والترانسفير ريتس. الفرق ما بينهم ايه الاثنين؟ معدل التخزين ومعدل نقل الداتا. احنا عندنا الداتا زي ما قلنا قبل كده بتتخزن في صوره ايه؟ بيتس. الداتا عندنا بتتخزن في صوره ايه؟ بتتخزن في صوره بيتس. اهي الداتا بتاعتنا بتتخزن في صوره بيتس، والبيتس دي عباره عن 0 و 1. طيب كل 8 بت جنب بعض قلنا عليهم بايتس، والبايت ده عباره عن ايه؟ عن 8 بيتس. طيب لما كبرنا شويه قلنا في عندنا حاجه اسمها الكيلو بايت، والكيلو بايت ده عباره عن ايه؟ 1024 بايت. لما كبرنا شويه قلنا في حاجه اسمها الميجا بايت، والميجا بايت دي كام؟ 1024 كيلو بايت. لما كبرنا شويه فقلنا في حاجه اسمها الجيجا بايت و1024 ميجا بايت.
طالما انا بتكلم على بايت فالبايت دي وحده تخزين. طيب الداتا ريت بقى وحده نقل الداتا، انا بتكلم على البيتس اللي هو 0 1. وبعدين ما فيش حاجه اسمها كيلو بايت عندنا، في حاجه اسمها كيلو بيتس بير سكند، والبيت سمول اهي هي عباره عن 1000 بيتس. وبعدين الميجا بيتس بير سكند، والبيت سمول برضه اهي هي عباره عن 1000 كيلو بيتس. وقلنا في حاجه بعد كده اسمها الجيجا بيتس بير سكند، هي عباره عن 1000 ميجا بت. دي ايه يا شباب؟ دي وحدات نقل الداتا. دي ايه؟ دي وحدات التخزين. فلما باجي اتكلم على بايت فانا كده بتكلم على وحدات تخزين، لما اتكلم على داتا ريت انا كده بتكلم على سرعه نقل داتا. تمام؟ ها حد عنده استفسار؟ حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ طيب انا هنا بتكلم عن حاجه اسمها البيت. يقول لك والله الكمبيوتر بيستخدم الباينري كود تو ريبريزنت اند انتربريت ليتر اند نمبر اند سبيشال كاركتر ويز بيتس، زي ما خدنا قبل كده. كل 8 بت مع بعض بنقول عليهم حاجه اسمها بايت. الداتا بتاعتنا انا اما بتتنقل في صوره كهرباء لو السلك بتاعك سلك نحاس، او بتتنقل في صوره ضوء لو السلك بتاعك كابل فايبر، او بتتنقل في صوره الكتروماجنتيك ويف لو الكابل بتاعك او مفيش كابل اصلا بتتنقل وايرلس، بتتنقل في صوره راديو ويفز يبقى لايت في صوره الاوبتيكال فايبر، الكتريكال بالسز في حاله الكابر واير. طيب احنا لما بنيجي ننقل الداتا بننقلها ازاي؟ 0 1 0 1 0 1 0 1 فبنقلها اصفار وحاد. وعلشان كده هنقول مع بعضنا الباندويتس. حد فيكم يعرف الفرق ما بين الباندويتس والثروبوت والجود بوت والكلوك ريت؟ تاني عايزك دلوقتي تفرق ما بين اربع حاجات: الباندويتس والثروبوت والجود بوت والكلوك ريت. حد عنده اي معلومه عنهم؟ حد عنده معلومه يشاركنا بيه؟ حد عنده معلومه يا شباب عن الفرق ما بين الباندويتس والثروبوت والجود بوت والكلوك ريت؟ طب الفرق ما بين الباندويتس والثروبوت ايه؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض. انتوا سامعيني بس الاول؟ معايا؟ فاهم يا دكتور؟ معاك. معاك. طيب تعالى كده نشوف الفرق ما بينهم. تعالى ركز كده بقى معايا. تصور كده انت عندك بيتك قدامه شارع، الشارع دوت في كام حارة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يبقى في كام حارة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس حارات. يبقى الشارع ده يقدر ينقل كام عربية في الثانية جنب بعض؟ خمسة. يبقى يقدر ينقل خمس عربيات في الثانية. اللي انت كتبته ده الباندويت، ده اللي بيسمح بنقل البيانات، صح؟ الباندويت هو الكباست بتاعت اللينك، هو العرض بتاع الكيبل، هو يقدر ياخد داتا قد ايه في نفس الوقت، هو يقدر ينقل كام بيتس بقى في الثانية، هو يقدر ينقل كام بيتس في الثانية. ده اللي هو مين؟ الباندويتس. طيب الباندويتس ده على فكرة
بتشمل سرعتين، سرعة بنسميها upload وسرعة بنسميها download. الابلود اللي هي السرعة بتاعت الترافيك اللي طالع منك رايح للسيرفر، يعني انا في عندي سيرفر هنا وده جهازي، فاحنا حاجزين حارتين للابلود الترافيك يطلع منهم كده، وحارتين للداونلود الترافيك كده. فخد بالك الباندويتس بتبقى مجموع الاثنين، يعني الباندويتس بتبقى مجموع الابلود بلس الداونلود. وعرفنا معناه، هي عامله زي عرض الشارع، ده الباندويت. طيب لما جيت تشوف عدد العربيات اللي ماشيه، لقيت هما عربيه طالعه منك وعربيتين جايين لك، يعني الفعلي الترافيك الفعلي هو ايوه ما انت عندك خمس حارات، بس الفعلي من الترافيك هما ثلاثه. الفعلي ده بقول عليه الثروبوت، يعني الكابل بتاعك بتاع البيت ده بيشيل 100 ميجا، بس هل انت مأجر نت 100 ميجا؟ لا والله، ده انا واخد من تي داتا 30 ميجا. يبقى ال 30 ميجا دول هما دول الثروبوت. طيب وال 100 ميجا ده الباندويتس. يبقى الباندويتس دي بتبقى حاجه الى حد ما ثيوريتيكال، انا اقدر اشيل لحد 100 ميجا، الشارع عندنا خمس حارات بس اوريدي الترافيك اللي ماشي هما ثلاث عربيات، اثنين جايين له وواحده رايحه، ده اللي هو الثروبوت. تمام. طيب فانا هنا بتكلم على ايه؟ بتكلم على الفرق ما بينهم الاثنين. بيقول لك والله الباندويتس هي الاماونت اوف داتا ذات كان فلو فروم وان بليس تو انذر ان ا جيفن اماونت اوف تايم ميجرد ان ذا نمبر اوف بيتس، ودي حاجه ثيوريتيكال، كان بي سنت اكروس ذا ميديا ان ذا سكند. طب الثروبوت هو الاكشوال ميجر اوف ترانسفير اوف بيتس اكروس ميديا اوفر ا بيريود اوف تايم. تمام. طيب عندنا النتورك، عندنا قلنا عليها في بير تو بير، يعني ما في سيرفر، وفي كلاينت تو سيرفر. تمام. وفي كلاينت وسيرفر. الكلاينت اند سيرفر are hosts that have software installed that enable them to provide information like الميل. فاكرين لما قلنا السيرفر بتاع الميل بيبقى اسمه ايه؟ SMTP وبوب وايماب. الويب بيج اللي هو ال HTTP وال HBS. فانا بسطب سوفت وير عند السيرفر علشان يقدر يقوم بدور السيرفر. طيب الكلاينت ار كمبيوتر هوست ذات هاف سوفت وير انستولد ذات انيبل ذيم تو ريكويست اند ديسبلاي انفورميشن اوبتيند فروم ذا سيرفر. طبعا ممكن السيرفر الواحد يقوم باكتر من سيرفس، يعني احنا عندنا جوه الجامعه السيرفر، في عندنا سيرفر للدي ان اس وهو للدي اتش سي بي وهو شايل الاتش تي بي بتاع الجامعه. فانا ممكن السيرفر الواحد اسطب عليه اكتر من رولز، والرول ديت تشتغل الثلاثه او الاربعه في نفس الوقت، والسيرفر عند الفيزيكال يقوم بكل الرول دي. لا ده خد بالك معايا، ده في الشركات الكبيره انا بجيب سيرفر واحد فيزيكال واقسمه باستخدام سوفت وير اسمه الفيرشواليزيشن لاكتر من سيرفر، واللي هيخش فيكم النتورك هيعرف الكلام ده. ننزل حاجه زي الفيم وير كده، يبقى الجهاز الواحد نقسمه لثلاث اربع اجهزه، وكل جهاز منهم نقوم عليه اكتر من سيرفس، يعني يبقى عندي 2 دي اتش سي بي، يبقى عندي 3 دي ان اس. تمام. فاحنا عندنا قصه ان مش كل محتاج سيرفر هروح اشتري هاردوير، لا ده انا بكريت لهم حاجه اسمها ايمج هنبقى نتكلم عليها بعدين، باستخدام سوفت وير كده بكريت له سيرفر.
حد كده في اي استفسار؟ ها في اي اسئله؟ ممكن الحته بتاعت كلاينت اند سيرفر ازاي يا دكتور معلش؟ الكلاينت اند سيرفر هو ايه اللي يفرق جهازك عن السيرفر؟ اللي يفرق جهازك عن السيرفر ان الادمن بتاع الشركه او الادمن بتاع الشبكه جاب الجهاز بتاع السيرفر ده وسطب عليه شويه سيرفيس او نزل عليه شويه بروتوكول شكل دي اتش سي دي شكل البروتوكول بتاع المين علشان يحوله من جهاز عادي لسيرفر. طيب السوفت وير ده انا بنزله ازاي؟ الصراحه بيبقى عندنا حاجات جاهزه زي اللينكس ادمن، في سوفت وير اسمه لينكس باكتف عليه من جوه، بتعلم اكتف عليه من جوه الخدمات زي الويندوز سيرفر. يعني انا ويندوز كلاينت اللي هو الويندوز 10 بتاعي ده بيسموه ويندوز كلاينت، ما اعرفش اعمل عليه الكونفيجريشن بتاع دي اتش بي والدي ان اس والكلام ده. امال لو انا عايز اشغل اللاب بتاعي ده سيرفر اعمل ايه؟ لازم انزل نسخه ويندوز سيرفر، واخد كورس اسمه ام بي سي اس اي عشان اتعلم ازاي الويندوز سيرفر ده بيتبرمج، وجواه بقى كل الخدمات اللي ممكن تتخيلها، ازاي تخليه دي ان اس، ازاي تخليه دي اتش سي بي، ازاي تخليه اف تي بي وهكذا. تمام. طيب احنا عندنا الشبكه لما ان شاء الله ربنا يكرمك وتشتغل عندنا في النتورك، هيبقى النتورك بتاعتنا في تو برانش. برانش للناس اللي شغالين على الانفراستراكشر، ودول الناس بتوع الديفايسز الراوترات السويتشات الهب الاي بي فون الفاير وول، هم اللي بيبرمجوا الاجهزه وبيوصلوا الاجهزه مع بعضهم، بيعملوا الكونكشنز يعني. ودول ناس بنسميهم الناس بتوع النتورك الصراحه، يعني احنا عندنا في الشركه مسمينهم الناس بتوع النتورك، وبيندرج بقى تحتهم الناس بتوع السكيورتي والناس بتوع الفويس والناس بتوع الوايرلس. لو انت شركة كبيرة زي الشركة عندنا مثلا، لا ده هتلاقي فيه اكتر من تيمز، هتلاقي كمان فيه ديبارتمنت جوه النتورك دي، يعني هتلاقي فيه قسم للفويس للناس اللي هم بتوع الاي بي فون، قسم للوايرلس، قسم للسكيورتي، وفي ناس تانيين بتوع السيستم احنا بنسميهم كده بتوع السيستم. دول بقى المسؤولين عن السيرفرات، ان هو ياخد بقى الجهاز بتاعك وينزل عليه سوفت وير عشان يحوله للسيرفر ويعمل كونفيجريشن للسيرفر ده، احنا بنسميهم الناس بتوع الدومين. ولو شركه كبيره بيبقى فيه تو تيمز، تيمز ويندوز وتيمز لينكس. فانا دلوقتي لما اجي اقول باجي اتكلم دلوقتي في الحته بتاعت النتورك انفراستراكشر، بيقصد بيها ايه؟ بيقصد بيها الانترميدري ديفايس اللي هي الاجهزه اللي رابطه الشبكه اللي انت بعد كده هتعمل لها كونفيجريشن وبرمجه. زي مين؟ زي الراوتر، زي السويتش. دي اجهزه انا بستخدمها عندي جوه النتورك، وبستخدمها علشان تربط لي النتورك بتاعتي ببعضها. تمام؟ فانا بستخدم الاجهزه دي علشان ابرمجها. طيب وفي عندنا بعض الاجهزه الثانيه زي الاند ديفايسز زي اللابات والبرينتر والتابلت والاكسس بوينت والحاجات دي، كل دي انترميدري ايه ديفايس. طيب لو جينا بقى نبني شبكه صغيره كده وما عنديش سيرفر، فالشبكه دي بسميها بير تو بير، مجموعه من الاجهزه وحاطط ما بينهم سويتش، وما فيش عندي سيرفر بيتحكم في الاجهزه دي، والجهاز بتاعك ممكن يكون في وقت سيرفر وممكن يكون في وقت كلاينت. ازاي يعني؟ يعني الجهاز ده مثلا مربوط بالبرينتر، وهو مشير البرينتر دي لبقيه الناس، بس لما يجي حد يطبع لازم يعدي عليه عشان يطبع،
في الحاله دي الجهاز ده بقى سيرفر والجهاز ده بقى كلاينت. طيب طب هو يا دكتور هيعدي عليه البرنت شيرنج هيفيدني بايه؟ يعني هيعمل ابروفد او يكنسل ولا هو هو اللي عامل شيرنج للبرنت لان البرنتر متوصل فيه. انت عارف في دلوقتي يا هندسه برنتر بتبقى مركزيه ما بتبقاش متوصله في اجهزه بتبقى لوحدها كده. في الحاله دي انا مش محتاجه بقت البرنتر دي بالنسبه لي هي السيرفر. يعني هو في حاله البرنت شيرنج بيبقى بس هو المشغل. ايوه الدرايفر بتاع البرنتر عنده تمام بس مش هو اللي فانت اللي بتدي له الامر انت اللي بتدي له الامر وهو بينفذ. ففي الحاله دي هو بيخدمك بقى هو سيرفر ليك. تمام انما لو في حاله بقى برنتر مركزيه تيجي عندنا مثلا تلاقي في الطرقه عندنا حاطين برنتر مركزيه لكل الناس اللي موجودين في الكامبس في المقر بيطبعوا عليه. البرنتر دي لها سوفت وير لوحدها واخده اي بي وملهاش دعوه بحد ومحطوط فيها الورق بتاعها وانت بتطبع من على الاكونت بتاعك وتروح تاخد الورق اللي انطبع. في الحاله دي بقت البرنتر هي السيرفر. طيب زميلنا ده حاطط عنده فايل بتاع الشغل ومشيره لبقيه الناس فلما الراجل ده يجي ياخد منه الفايل او يقرا منه او يعدل فيه بقى ده بالنسبه له سيرفر وده بالنسبه له ايه؟ كلاينت. فبيقول لك والله البير تو بير دي ممكن تبقى في اوقات كلاينت وممكن تبقى في اوقات ثانيه سيرفر والعكس صحيح. البير تو بير مايكروسوفت بتقول لك يا ريت ما تشتغلش على شبكه بير تو بير لو عندك عدد الاجهزه زاد عن 10. لو عدد الاجهزه زاد عن 10 يجب ان انت تقلب للمود بتاع الكلاينت سيرفر. تعمل لنفسك سيرفر ويندوز سيرفر كده وتعمل عليه كونفيجريشن ويبقى فيه نقطه مركزيه بتتحكم فيها في الشبكه. انما لو عدد الشبكه عندك عدد الاجهزه على السويتش اقل من 10 شغال اشتغل بير تو بير ملوش لازمه السيرفر. تمام طبعا دي الادفانتج وديز ادفانتج بتاع البير تو بير اهو روم براحتكم. في عندنا كوماند بقى اسمه بينج. ايه الكوماند بتاع البينج ده؟ انا جيت النهارده اشغل الجهاز بتاعي لقيته مش واصل بالانترنت عايز اشوف الوصل فين فبعمل حاجه اسمها بينج. ازاي بينج؟ بينج دي يعني بيبعت ترافيك لاي اي بي انت عايزه. فالاول قمت عامل بينج على 127.0.0.1. حد فاكر ده كان مين؟ ال 127.0.0.1 ده مين؟ هو الاي بي بتاعي يا دكتور. بتاعي انا ماي سيلف ماي سيلف. كده ببينج على نفسي، كده بكلم نفسي، بشوف الكارت بتاعي شغال ولا لا. ده كان اسمه ايه بقى؟ اللوب باك ادرس. ده كان اسمه ايه؟ لوب باك اي بي ادرس اهو. كوماند البنج ده بينادى عليك اربع مرات وانت لو وصل لك الاربع رسائل بترد طبعا باربع رسائل ريبلاي. طالما جه عندك ريبلاي يبقى انت ما عندكش مشكله. طيب نروح للنقطه اللي بعديها، ابنج على الراوتر بتاع النت بتاعي اشوف فيه كونكشن ما بيني وما بينه ولا لا. لو ما فيش كونكشن يبقى اشوف بقى الكابل، اشوف الباسورد، اشوف ايه في كونكشن. ايه ده؟ ده بيرد عليا اهو لان الاي بي بتاعي الديفولت جيت واي بتاعي 192.168.1.1. طيب اقوم جاي مزود كمان خطوه، اقوم عامل بينج على google.com. هو انت يا عم مش بتقول لي البينج ده بينكتب بعده اي بي؟ امال مين اللي هيحول بقى google.com ده الاي بي؟ حد يعرف؟ دي الناس. دي الناس جدع. على طول اول ما اكتب google.com ده دومين نيم الدي ان اس اللي موجوده في الابلكيشن لاير تروح تجيب لك الاي بي وتيجي اهو. فلقيت جوجل بيرد عليا، لا ده انا ما عنديش مشكله في النت. طب افترضنا ما بينج على سايت وما ردش وليكن تعال نستهبل كده هنقول والله 192.168.1.2 يا رب ما يكون حد شغال اسمه حكيم معاه في الشبكه اهو. بيقول لك ايه؟ ديستنيشن هوست انريتشابل انريتشابل. انا بنايد على 1.2 محدش بيرد عليا. طب لو انت عندك مشكله وعايز تعرف مكان المشكله دي فين
قال لك في كوماند تاني بيتبع لك المسار اسمه traceRoot، اختصار كلمة traceRoot. كل اي بي بيعدى عليك، كل اي بي انت بتعدى عليه بيرد عليك. فلو في قطع في الشبكة يقول لك القطع في المكان الفلاني، traceRoot google.com. انا كده عديت على الاي بي بتاع الجيت واي بتاعي، اول نقطه عديت عليها، وبعدين دخلت جوه شبكه بتاعتي داتا، اول راوتر عديت عليه جوه شبكه بتاعتي داتا 10.45.10.17، وبعدين رماني على راوتر تاني الاي بي بتاعه 129 جوه الشبكه بتاعتي داتا، وبعدين رماني على واحد تاني اخر 14، وبعدين رماني على 181. ده كله في الطريق لجوجل. لو انا وقعت في اي حته بعرف ان انا وقعت في الحته دي، بيجي لي استريك ويقول لي انت وقعت في الحته دي، يجي لي شويه نجوم كده ويقول لي خلاص انا اخر راوتر وصلت له كان الراوتر ده، روح بقى اعمل صيانه لبعد الراوتر ده. شوف انا كده لحد الان ما وصلتش لجوجل، شوف كم راوتر عدى علشان اوصل لجوجل. كل ده لسه في الشبكه بتاعتي داتا، شايفين ال 10 دي وكل ده شبكه داتا. كده انا خرجت منها اهو، بقيت واخدت الاي بي بابليك، خلاص خرجت من تي داتا اهو. وبعدين الراوتر بتاع جوجل اهو، ده اسمه، ده الاي بي بتاع السيرفر بتاع جوجل اهو. شوف عديت على كام اي بي عشان اوصل للسيرفر. طب لو في حته مقطوعه بقى في النص هيجي لي مكانها شويه نجوم كده وخلاص ما عادش يرد عليا. انما انا عديت على 12 راوتر على ما وصلت لمين؟ للسيرفر بتاع جوجل. فالتريسيرت بيتبع المسار خطوه بخطوه. فلو كان في كونكشن مقطوع اخر واحد يرد عليك تروح تدور على اللي بعده. البنج بيشوف لك في مسار ولا لا، انما ما بيقولكش فين المكان اللي مقطوع اللي القطع فيه او العطل فيه. وكده يبقى خلصنا شابتر 1. حد عنده أي أسئلة في الشابتر ده؟ أظن شابتر لذيذ. ها، حد عنده أي أسئلة؟ حدش عنده أسئلة؟ ها. دكتور. قولي يا دكتور، أنا يعني فاتني كذا محاضرة في الآخر كده وبعدين يعني كم يعني جاعت. كم محاضرة يعني؟ كام؟ آخر محاضرتين. طيب خلاص مفيش مشكلة. ينفع اجيبهم من الاول ولا ده هيأثر؟ يعني ايه اجيبهم من الاول؟ يعني اتابع من على اليوتيوب يعني واكمل. اتابع من على اليوتيوب، مفيش فيه مشكله. طب هو في اي كويز نزلت على الشابتر دوت او كل الشابترز اللي خدناها عليها كويز؟ شابتر 4، شابتر 5، شابتر 1 النهارده عليهم كويز، خش حلهم الثلاثه. تمام ماشي. السلام عليكم يا دكتور، حضرتك سامعني؟ سامعك، قول يا حبيبي. فضلك انا في محاضره المفروض كنت احضرها بس اضطريت اغيب عليها عشان اجراءات النقل. مفيش مشكله. فهل في عدد معين من المحاضرات لو عديتها يبقى انا كده بتحرم من الشهاده؟ ماكسيمم 2 واستثناء ممكن نخليهم 3 لو في عذر، انما اكتر من كده شكرا. يعني انا الليميت بتاعي 2 يا دكتور؟ الليميت بتاعك 2. ما انا تقريبا فايتني 3. ما انا بقول لك يستثنى لو انت عندك ظروف، ما عندكش ظروف خلاص ما تحضرش تاني، مش هيطلع شهاده. طب وانا ممكن اعرف ازاي المحاضرات اللي انا غبتها؟ اصل انا في محاضره الانترنت فصل طلعني من نص المحاضره، يعني كان تقريبا فاضل مش كنت حاضر يعني مش كنت حاضرها من الاول؟
من اول خلاص خلاص مفيش حتى انا مشكلة. برضو اول محاضره حتى انا برضو اول محاضره مفيش مشكله، القصه دي مش الدرجه دي يعني، مش الدرجه دي يا جماعه. اللي دخل وفصل وخرج ودخل وبتاع الكلام ده كله السيستم هنعديه ان شاء الله. ها ايه تاني يعني باذن الله؟ يعني ان شاء الله لا ما تقلقش يعني، ان شاء الله تابع، ان شاء الله حل الكويز بتاعتك، ان شاء الله حل الفاينل، وان شاء الله احنا هنعمل باص وربنا ييسر حالك. طيب ماشي، شكرا لك يا دكتور. تمام. دكتور صحته، هو الفاينل هيبقى امتى؟ الفاينل، الفاينل بعد ما اخلص الكورس يعني. انا المره الجايه ان شاء الله هاخد شابتر 2، وهيبقى فاضل لنا اربع شباتر بعد العيد ان شاء الله، كل شابتر منهم في محاضره. تمام تمام. طيب حد عنده اي مشاكل في المحاضره بتاعت النهارده؟ اظن حاجه خفيفه خالص، شابتر لذيذ خالص، شابتر 1. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء، هيبقى ميعادنا 6:30، نتقابل على خير. حلو شابتر 1، شابتر 4، شابتر 5 الكويز بتاعته. دكتور معلش قولي، هو حضرتك هتنزل السلايدز دي على ال ام اس؟ نزلتها والله يا بتاع ال ام اس، هتلاقي دلوقتي في فايل باوربوينت از دوت دوت رير مضغوط في كل الشابترز بتاعتنا. تمام تمام اوكي، شكرا جدا يا دكتور. طمن. طيب حد عنده اي اسئله تاني؟ ديدلاين امتى دكتور الكويز دي؟ مفتوحه لحد الفاينل. انا دكتور ما فيش وسيله اعرف فيها انا فاتني كام محاضره؟ لا والله، مع مان بقى لو تعرف، مع مان ورحاب تطلع لك الكلام ده، بس هم مضغوطين جدا الايام دي. في ثمر هيطلع في الاخر في كل واحد فاته كام محاضره. عموما التزم لاخر الكورس وان شاء الله خير. شكرا يا دكتور. ماشي الدكتور. طيب هو الامتحان المفروض يبقى يومي؟ امتحان ايه؟ الامتحان اللي هو الفاينل ده هيبقى امتى؟ مش عارف لسه، لما نخلص الكورس ان شاء الله. تمام تمام تمام. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 6:30 ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.